بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمي محمود الجزيري، وأنا صحفي معتقل في سجن البحرين المركزي جو لأسباب سياسية. أرجو أن تصل هذه الرسالة إلى مسامع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة ماريا خوري وأعضاء المؤسسة الذين قالوا أنهم زاروا السجن وأشادوا بالجهود المبذولة لحماية السجناء من وباء كورونا العالمي. فقد شاهدت التقرير واللقطات التي بثها تلفزيون البحرين من داخل السجن، واستمعت لتصريحات السيدة خوري وكافة المشاركين في البرنامج، وأود أن أعلق بالتالي. أولا، لا صحة مطلقا لكل ما عرض وقيل في هذا التقرير، وأن أدق وصف له أنه عبارة عن مسرحية مصورة لا تمت للواقع بصلة. ثانيا، ما تم بثه على شاشة التلفزيون كان تصويرا لأحدث مبنى في السجن، والذي تم افتتاحه قبل نحو أسبوع فقط، حيث نقل إليه عدد بسيط من السجناء، بينما يتكدس بقية السجناء في مباني قديمة جدا كمبنى واحد أو مبنى أربعة، أو مباني محكمة الإغلاق ومعدومة التهوية كمبنى 12 و13 و14. ثالثا، إن الإجراء اليسير الذي قامت به إدارة السجن هو منعنا من الزيارات ولقاء الأهالي، ولكن دون إيجاد البدائل المناسبة التي تمكننا من رؤية عوائلنا. فقد مضى حتى الآن نحو 3 أشهر على منع الزيارات، ولو افترضنا لا سمح الله أن الوباء استمر عاما كامل، فهل سنحرم من رؤية أهلنا طوال هذه المدة؟ إن الإجراء صحيح ولكنه غير كافي. رابعا، إن الحديث عن استخدام تقنية الاتصال بواسطة الفيديو كذب محض، بل على العكس تماما، فإن إدارة السجن دشنت قبل أيام نظام اتصال مقيد لا يسمح للسجين الاتصال بأكثر من 5 أرقام مجدولة مسبقا في النظام الآلي، وليس من الممكن الاتصال بغيرها طوال فترة الحبس. خامسا، لا صحة أبدا للحديث عن جهوزية عيادة السجن أو توخي الإجراءات الحمائية من قبل الشرطة، بل إن عيادة السجن يطغى على كادرها الإهمال المتعمد بشهادة الشرطة أنفسهم. سادسا، يملأني الأسى والأسف على انحراف الرسالة الحقوقية المفترضة على مثل هذه المؤسسة، فعوض أن تكون رقيبا لضمان حماية حقوق السجناء فقد أصبحت أداة لتجميل الواقع القبيح واختلاق الأكاذيب. سابعا، أقول سيدة خوري أن الأزمات تحل بالاعتراف بالحقائق ومحاولة علاج النقائص، لا بمحاولة تزييف الوقائع، وأن مقتضى الوطنية في ظل هذه الظروف الخطيرة هو نقل الواقع كما هو للمسؤولين والمجتمع لاتخاذ التدابير الحمائية اللازمة، وأن تقريركم عبارة عن عملية خداع مجتمعي لن يكون في مصلحة أحد أبدا. ثامنا، من هذه الرسالة الصوتية أطلب لقاء السيدة خوري إن كانت حريصة على الواقع والحقيقة كما هو مؤدى وظيفتها ومسؤولياتها، فإن كنت أنا مقيدا فلا شك أنها تتمتع بكامل حريتها وتستطيع المجيء للسجن مجددا لمثل هذا الغرض. تاسعا، أضع هذه الرسالة بين يدي المسؤولين والمنظمات الصحية والحقوقية وأبناء المجتمع ليمارسوا دورهم المفترض في حماية سجناء البحرين من وباء كورونا العالمي قبل أن يحدث ما لا يحمد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.